وأن الله هو التواب الرحيم، هذا تأكيد لهذه الصفة أنه تواب، أي كثير التوبة على عباده ولا يمل حتى يمل، وأن الإنسان كلما تاب تاب الله عليه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا، اللهم اغفر لي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا، وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب، فإني قد غفرت له. قال: ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثانية فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا، اللهم اغفر لي، قال الله: أذنب عبدي ذنبا، وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب، فإني قد غفرت له. ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثالثة فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا، اللهم اغفر لي، قال الله: أذنب عبدي ذنبا، وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب، فإني قد غفرت له، ما دام على ذلك. يعني ما دام كلما أذنب تاب، فأنا كلما تاب أغفر، لا يمل حتى تمل. لو أذنبت في كل يوم ذنب، كما هو الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فلا ييأس أحد من رحمة الله تبارك وتعالى. مهما كثرت ذنوبك، مهما عظمت ذنوبك، إذا تبت تاب الله عليك سبحانه وتعالى.